صباح النور منى. يعني سلسلة من الغارات الإسرائيلية ضربت مناطق مختلفة من محافظة رفح خلال الساعات الماضية، أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة العشرات بجراح مختلفة، وتم نقل جثامين الشهداء والإصابات إلى مشافي محافظة رفح. وفي آخر الغارات الإسرائيلية على رفح استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلة شاهين شمالي مدينة رفح، وأسفرت هذه الغارة عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة، وتم نقل جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفيي الكويت التخصصي وإلى مستشفى أبو يوسف النجار. أيضا سبق هذه الغارة قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف منزل لعائلة الشيخ العيد في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح، وأسفرت هذه الغارة عن إصابة 10 فلسطينيين بجراح مختلفة، وصفت جراح العديد منها بالخطيرة. أيضا كانت هناك غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مفتوحة في حي السلام، وأسفرت هذه الغارات عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة. أيضا كانت هناك استهداف لمنزلين مخلاة أيضا في منطقة حي السلام دون أن يبلغ عن وقوع أي من الإصابات، وإنما أضرار بادية في المباني في المبنيين في المنزلين المستهدفين، وأيضا المنازل المجاورة لهذين المنزلين. وبالتالي يترافق هذا ويتزامن مع استمرار للتحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في سماء مدينة رفح كباقي محافظات قطاع غزة. أيضا لو انتقلنا إلى وسط قطاع غزة وخاصة مخيم البريج، كانت هناك أيضا غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة عيد في مخيم البريج، وأسفرت هذه الغارة عن إصابة 9 فلسطينيين وبجراح مختلفة، وتم نقل الإصابات إلى مستشفى الشهداء الأقصى وسط قطاع غزة. أيضا كان هناك 6 شهداء خلال يوم أمس في منطقة مخيم البريج جراء استهداف مناطق مفتوحة في مخيم البريج، وتم نقل جثامين الشهداء 6 إلى مستشفى الشهداء الأقصى. أيضا مدينة غزة كان بها أيضا سلسلة من الغارات الإسرائيلية، وتم استهداف 3 فلسطينيين في منطقة النفق، ما أسفر عن استشهادهم وتم نقلهم إلى مشافي مدينة غزة. أيضا شمال قطاع غزة وخاصة مخيم جباليا كانت هناك غارة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة، وأيضا هناك كان قصف مدفعي على بلدتي بيت حانون وبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، استهدفت مناطق مفتوحة ودون أن يبلغ عن وقوع أي من الإصابات أو الأضرار في تلك المنطقة. وبالتالي هناك تكون سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية تضرب جميع محافظات قطاع غزة في اليوم 10 بعد 200 للعدوان الإسرائيلي على القطاع. كل هذه الاستهدافات أيمن، هل من المتوقع من الممكن حسب يعني متابعتكم أن تكون مقدمات لأي اجتياح بري قريب على مدينة رفح؟ نعم، ما يجري عمليات انتقائية يقوم بها الجيش الإسرائيلي لبعض المنازل، أيضا لبعض الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة في مدينة رفح. وحتى الآن يعني هذا الذي يجري هي طغرات جوية إسرائيلية على بعض المناطق على بعض المنازل في هذه المحافظة، لكن حتى الآن أو من السابق لأوانها الحديث عن عمليات أو عملية برية في مدينة رفح، لأننا شهدنا يعني أجواء مماثلة لأي دخول بري لأي منطقة في مدينة في أي منطقة من محافظات القطاع غزة. هناك يكون هناك غارات جوية مكثفة، تكون أحزمة نارية، أيضا قصف مدفعي مركز على أيضا
كل تلك المناطق التي يود الدخول إليها الجيش الإسرائيلي. لكن في مدينة رفح حتى الآن كما تحدثت هي فقط عمليات انتقائية لبعض الأهداف وتوقع عدد من الشهداء والجرحى، لكن الجيش الإسرائيلي حتى الآن أيضا لم يقوم بإخلاء مدينة رفح في ظل استمرار التهديدات بالقيام بعملية واسعة في هذه المدينة. وما يجري هي تقوم الناس بقرار فردي بمغادرة مدينة رفح إلى وسط قطاع غزة أو إلى مواصي محافظة خان يونس، وبالتالي هي تقوم بالهروب من الغارات الجوية، وفي ظل استمرار للتهديدات الإسرائيلية على باجتياح مدينة رفح فهي تقوم يعني بالهروب إلى مكان آمن، يعتقدون بأنه مكان آمن أو منطقة إنسانية آمنة كما يتحدث الجيش الإسرائيلي، لكن لا يوجد أي مكان آمن في جميع محافظات قطاع غزة، فالغارات الإسرائيلية تضرب جميع المحافظات وجميع الأماكن، وفي مرات سابقة أيضا تم ضرب مواصي خان يونس التي تحدث الجيش بأنها آمنة، وتم ضرب أيضا محافظة رفح الذي تحدث الجيش الإسرائيلي بأنها آمنة، أيضا وسط قطاع غزة تم إيقاع عدد من الشهداء في مناطق إنسانية ومناطق آمنة كما يصفها الجيش الإسرائيلي. فبالتالي حتى تحت علم الأمم المتحدة لا يوجد مكان آمن، تعرضت جميع المؤسسات الأممية لغارات جوية وسقط عدد من الشهداء والجرحى في تلك الغارات الإسرائيلية. فبالتالي هنا حالة من الترقب لما يجري من للمفاوضات بين مصر وإسرائيل بجهود مصرية وأيضا قطرية، وهناك الحديث لربما عن تفاؤل حذر حتى هذه الساعة في إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل الحديث عن هناك وجود تقدم إيجابي في المباحثات بين حركة حماس وإسرائيل. لربما ما يعني هناك نقطة عالقة لربما هي يعني الوصول إلى إنهاء الحرب، إنهاء الحرب هذا الذي لا يريده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يريد التوصل لربما إلى هدنة مؤقتة يعني للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، ومن ثم أيضا يواصل عمليات القصف و الحرب على مدينة غزة أو على محافظات قطاع غزة. لكن حركة حماس تؤكد على إيجاد بند يؤكد على إنهاء الحرب من بعد يعني التوصل إلى اتفاق تهدئة ومن ثم إنهاء الحرب بشكل كامل على جميع محافظات قطاع غزة، وأيضا انسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة النازحين إلى مدينة غزة وشمالها، وأيضا إدخال المواد وإغاثة النازحين في جميع محافظات قطاع غزة ورفع الحصار عن قطاع غزة. هذا ما تريده حركة حماس، وتؤكد بأنها هذه هي حقوق وليست من أحد، من حق شعبنا أن يعني يعيش بأمن وسلام كما تتحدث حركة حماس. وبالتالي المفاوضات لا تزال جارية، ومن المتوقع خلال الساعات القادمة أن يتم تسليم رد حركة حماس إلى الوسطاء لأيضا يعني لإنهاء هذه المعضلات التي أو النقاط التي أرادت حركة حماس الاستيضاح منها في أكثر من بند. وبالتالي دائما كما يقولون الشيطان يكمن في التفصيل، صحيح في التفاصيل، فبالتالي الجميع ينتظر ويترقب المفاوضات من أجل وضرورة أيضا الضغط على إسرائيل، لأنه أيضا إسرائيل بحاجة إلى أن يتم الضغط عليها من أجل أيضا إنجاح الاتفاق وأيضا الدخول في وقف كامل لإطلاق النار وأيضا عودة النازحين وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع محافظات قطاع غزة. أيمن أبو شنب زميلي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من رفح. شكرا.